فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وهذه الآية جاءت بعد الكلام عن عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وقصته في الميلاد وما قيل فيه وما برأها الله منه، كل هذا عقبه الحق سبحانه وتعالى بقصة الاختلاف في عيسى. فاختلف الأحزاب لا من خارج المؤمنين به ولكن من داخل المؤمنين به، فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني مش حاجة ضد عيسى من الأول، لا هم اللي تابعين لعيسى نفسهم. فاختلف الأحزاب من بينهم، ومعنى الأحزاب جمع حزب، والحزب هم طائفة التقت حول مبدأ من المبادئ يدافعون عنه ويعتقدونه ويسيرون في حياتهم على وفقه، زي ما بنشوف الأحزاب يعني جماعة بيجتمعوا على رأي من الآراء يعتقدونه ويخضعون حركة حياتهم لخدمة هذه العقيدة. قال الحق بعد ذلك: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فكأن عقوبة الأرض لا تناسب ما فعلوه، ولكن عقوبة الآخرة هي التي تناسب ما فعلوه، فويل لهم من مشهد يوم عظيم. اليوم المشهد العظيم ده اللي تبلى فيه السرائر، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا اليوم هو ذا المشهد العظيم اللي كل واحد يشهده. ليه؟ لأن العذاب في الدنيا يشهده المعاصرون ولا يشهده السابقون ولا يشهده اللاحقون، فالمشهد العظيم هو الذي يشترك كل الخلق في رؤيته، فإن كان تنكيلا كل واحد يشوفه، إن كان توبيخ كل واحد يشوفه. وهذا وربما كان بعض العذاب أهون من رؤية الغير الإنسان الذي يعذب، يمكن هو يقدر يحتمل في نفسه، إنما كل الناس يشوفوا في هذه المآلة بعد أن كانوا يرونه جبارا، يرونه ظالما كل ده، وبعدين يشوفوه في الموقف ده. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أليس هذا بالحق؟ اللي قلنا لكم عليه ده حق ولا لا؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، وبعدين يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الايه؟ من المؤمنين. بل الكلام ده كلام، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم ما كانوا ايه؟ مش يختفي عنهم، لا ظهر لهم الذي كانوا يخفونه، كأنهم كانوا يعلمون ايضا شيئا عنه ولكنهم ايه؟ يخفونه. ولو ترى إذ الظالمين ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقن، أسمعنا وصبرنا يعني ليه أبصرنا ليه يعني؟ لأنهم كانوا الأول بيسمعوا عن غير واحد بينفروا وبيبصروا الآيات ولا يؤمنون بها، قال لهم أنتوا دلوقتي السمع بتاعكم إيه؟ قوي، كل حاجة بتحصل بتسمعوها وكل حاجة هتحصل إيه؟ أسمع بهم وأبصر، حتى أن الإنسان لا يتعجب من سمعهم الدقيق ومن بصرهم المحيط. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أشد سماعهم الآن وما أشد بصرهم، كانوا في الأول يحطوا في أذانهم كده صبعهم في أذانهم ويعموا عن آيات الله الواضحة، آيات التي تدل على الصانع الحكيم، الآيات الكونية، الآيات التي تثبت صدق الرسل، الآيات التي تحمل أحكام الله إلى خلقه. كل دي ما كانش لا بيسمعوا ولا يبصروا، لا يبصرون الآيات ولا يسمعون التوجيهات، إنما دلوقتي عادوا بيسمعوا كويس وعادوا بيبصروا إيه؟ كويس. أسمع بهم وأبصر تقولها حين تتعجب من قوة السماع وقوة الإيه؟ وقوة الأبصار. يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر في هذا اليوم خلاص. ليه؟ لأن الإنسان في الدنيا بحكم خلق الله لهذا الخليفة اللي هو الإنسان أعطى لإرادته السيطرة على جوارحه، يعني يقول للرجل امشي للمسجد تمشي، تروح للخمارة تروح، الإيد اضربي ألم تضرب ألم، اسرقي تسرق، ربيتي على يتيم كده وخدي بإيد واحد، كل حاجة اللي عايزها تعمله.
فكأن جوارح الإنسان وطاقاته مسخرة لإرادته، بيكون ربنا عمله مختار، قال له الإرادة أنت لك مطلق الإرادة، لسانك تستطيع أن تنطق به لا إله إلا الله، ويستطيع الكافر والعياذ بالله يقول إيه ما فيش إله، أو يقول الله له شركاء، أو يقول الله ثالث، لا بيعصى في دي ولا بيعصى في دي. ليه بقى؟ أم قال لك لأن الله جند كل طاقات النفس وملكتها لمين؟ لخدمة إرادته، عشان هو هيعاقبه على هذه الإرادة، يشوفه يريد الخير الموجه إليه ولا هيريد الشر المنع عنه. لكن في يوم القيامة إرادة تنحل، ما عادش في إرادة أبدا. ولذلك قلنا الإنسان بيملك طاقاته بإرادته، لكن ربنا هيقول لمن الملك اليوم؟ ما فيش حد، خلاص انتهت المسألة. ولذلك ضربنا مثل سابقا وقلنا هب أن سرية من الجنود عليها ضابط، وراحوا في مكان بعيد بمهمة، الجنود مأمورون أن يطيعوا هذا القائد، ولو آمر غلط لازم يطيعوه، فإذا جاءوا إلى قائد أعلى يبقوا يقولوا لا ده حصل منه كيت وكيت 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 وكيت. ولذلك ستشهد الجوارح التي أعانت إرادتهم على مرادهم، ستشهد عليهم أنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا، يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. طب ما أنت اللي كنت بتعملي، قال لك لا أنا كنت محكومة بملك الإرادة، كان يملك الإرادة علي، لما انتهت ملكية الإرادة قلنا اللي عندنا بقى اشتكين وقلنا الحق، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا في الحشر بقى والحساب والجزاء. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، يا ريتهم كانوا فهموا الحكايه دي، انما هم ظلموا مين؟ ظلموا انفسهم، هم ظلموا ربنا. هل بكفرنا بكفر الكافرين بالله انقصوه شيئا من سلطانه او ملكه؟ انما هم لا، هم انفسهم ظلموها. ليه؟ ام قال لك طب ايه اللي انت بتظلم نفسك؟ طب ما هو انت نفسك ايه بتظلمه؟ ام قال لك لأن فيه عقل واعي يستقبل الأشياء، وفيه نفس صاحبة شهوة تصادم هذه الأشياء. فالنفس صاحبة الشهوة العاجلة دي المنهج يقول لها بلاش دي، ده هيجيب لك شر، ده هيسرك كذا، يعمل لك كذا، لكن النفس بشهوتها تعمل إيه؟ يقوم هو يدي للنفس مرادها، الجوارح تدي للنفس مرادها. ساعة ما تدي للنفس مرادها إياك أن تفهم إنها حنينة قوي عليه وبتدي لها مرادها، ده هو ظلامها. ليه؟ لأنه حرمها خيرا كثيرا باقيا يأتي بعد، وجاء لها بعذاب، يبقى ظلم مين؟ ولكن الناس أنفسهم يظلم. وأنذرهم يوم الحسرة، الحسرة هو الندم البالغ الذي يصيب النفس الإنسانية حينما تلقى شيئا لا تستطيع أن تدفعه، يبقى ندم شديد. يبقى إذن فيه ندم وفيه حسرة، الندم قد يكون على شيء فاتك من الخير ولكن يمكن أن يتدارك، لكن الحسرة ندم على شيء فات ولا يمكن أن يتدارك، هذه الحسرة الحقيقية. مثلا التلميذ في امتحانات الشهرية وبعدين يسقط يندم، ليه؟ لأن ممكن يتجدع ويعوض الشهر الثاني، إنما جه في آخر السنة يبقى ما فيش، تبقى دي حسرة بقى. يبقى إذن الندم حزن على شيء فات من الخير ومن الممكن إنه يتدارك، لكن الحسرة تأتي على شيء إيه؟ ولذلك حقوله يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله، يا حسرتنا يعني يا حسرة هذا أوانك، تعالي لنا، بينادوا هم الحسرة، الحسرة تقول لها تعالي يا حسرة لأن دي أوانك بقى. إذن فالحسرة الندم الشديد على خير فات لا يستطاع أن يتدارك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إيه اللي قضي؟ قال لك ما عادش ممكن تتلافى، اللي وقع وقع ولا يمكن تلافيه. ولذلك هم يقولوا يا ليتنا نرد، برضو ده كلام، برضو لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى قضي الأمر يعني لم يعد
هناك مجال لتدارك ما فات، ويبقى الواقع قضي الأمر انتهى. ومن اللي قضاه؟ قضاه من لا يملك أحد الرد عليه، ما فيش حد تاني يقول لا طب شوية، طب استنى على مهلك، طب أنا أنت قلت كده وأنا قلت كده، ما فيش قبل أن له، لا ما فيش إله إلا هو، ما فيش، قضي الأمر. حتى قال في الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حينما يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل أهل النار النار، يأتي بالموت بصفة كبش ويقول للمؤمن أتعرفون هذا؟ قالوا نعم هو الموت، جاءنا وعرفناه. ويقول للكفار أتعرفون هذا؟ قالوا يعرفناه. فيميت الله الموت ويقول لأهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار خلود بلا موت. الله إيه؟ طب ليه كده؟ أدي قضي الأمر. ليه؟ أم قال لك لأن اللي في حاجة يقول لك يمكن يدركنا الموت ونستريح. لا، الموت هو جبناه وشخصناه، مشخص مش معنى مشخص كده ونذبحه ونموته. يبقى مات الإيه؟ يبقى مات الموت. وما دام مات الموت يبقى حتى ما فيش أمل عندهم في إنهم يمكن إيه؟ ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، يقضى يعني موتني. قال لك ما عادش دي، لان الموت نفسه ايه اللي حصل له؟ الموت نفسه مات، مات الموت. نعم. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. الغفله ان الانسان يصرف ذهنه عن الفكر في شيء واضح الدليل على صحته ولكنه غفلان عنه، لأن الله ما كان ليعذب خلقا إلا وقد أظهر لهم الأدلة، الأدلة للعقل الطبيعي يستقبلها فيؤمن به. إما اللي ما بيسع يعني اللي ما بيؤمنش ده بيعمل إيه؟ غافل عن هذا، أو متغافل عنه، أو جحدوا بها واستيقنتها إيه؟ واستيقنتها أنفسهم. أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله، نرث الأرض؟ ما هي الأرض بتاعتك يا ربنا، حتى والدنيا موجودة. قال لك لا، هو مالك أعلى وملك من خلقه من ملك، لكن هناك ما عادش حاجة، حتى سيطرة على جوارحك ما عادتش، ما عادش لك ملك خالص. يبقى الأول إيه؟ الله مالك أعلى وملك خلقه، لكن في الآخر يقول لهم أنا اللورس بقى، أنا اللورس، يقول ما حدش له إيه؟ ما حدش له حاجة أبدا. أم قال الله، طب ودي مش قالوا زمان لو رددنا برضو حنرى خير برضو، ولئن رددت لأجدن خيرا من هذا؟ لا يا أخوي، أنت مش هترد، أنت ترد إنما مش هتجد خيرا من هذا. ليه؟ لأن الذي ملكك من باطنه خد الملك كله بتاعك، وهو بقى هو الايه؟ هو الوارث الوحيد، الوارث الوحيد. وأنذر يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ليه هم في غفلة؟ أم قال لك ما دام قضي الأمر، أصل يقول لك من مات قامت قيامته، والموت بقى من حكمة ربنا ما ادالوش معاد، ما بينش له وقت. ليه؟ أم قال لك ساعات يكون الإبهام، إبهام الوقت هو عين البيان للوقت. إزاي؟ قال لك لأنك لما أبهمه سنا، مالوش سن نبلغه الموت، يبقى ببطن أمه سقط ويسقط، ويسقط يوم واثنين وشهر وتسعة ويقع، وبعدين يتولد برضه يوم اثنين ساعة، مسألة ما حدش عارفها. وبعد ذلك أبهمه سببا، يموت ازاي؟ يموت بايه؟ برضه ما نعرفهاش. يبقى ابهمه زمانا وابهمه سببا. طب ما دام ابهمه، ام قال لك يبقى بالابهام ده بينه. ليه؟ قال لك ليكون الانسان على استعداد لقائه في اي وقت باي سبب. الله، ما دام هيبقى في اي وقت واي سبب، يقوم يجيني على غفله ولا ما يجيش على غفله بقى؟ ما انتش عارف هتموت امتى. يبقى بقول لك كطرفه عين، يمكن دي يعني كده على ما يطبقها تكون المساله انتهت بسبب وبغير ايه؟
وبغير سبب. والموت والموت من دون اسباب. يقول لك ده مات يا اخي ما عيش، ده ما جالوش حاجه، مفيش عربيه دهسته، مفيش حجر وقع عليه، محدش ضربه. يقول له يا شيخ والموت من دون اسباب هو السبب، مات لانه يموت بس. وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يا ريتنا نورث ويروحوا لحالهم، لا ده هنورثه وهم إيه يرجعوا لنا في قبضة الملكية. نعم. وبعد ذلك بعد أن تكلم في استهلال سورة مريم عن ميلاد سيدنا يحيى لزكريا وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم والقصة، أراد أن يعرض لنا موكبا من مواكب الرسالات التي أرسلها الله لهدي الأرض. فقال إيه؟ واذكر في الكتاب إبراهيم، ده أبو الأنبياء بقى، النبوة كلها، وإبراهيم ده القمة، لأن ربنا لما جه يمدحه قال إن إبراهيم كان أمة. ايه يعني ابراهيم كان امه دي امه؟ قال لك اه ليه؟ قال لك لان ما فيش فرد يحتوي على خصال الكمال ومواهب الفضل كلها. يعني مواهب الفضل وخصال الكمال اكبر من ان واحد يحتويها، لكن المجموعه يحتويها. دي شجاع وقوي البنيه، وده ذكي، وده نظره كويس، وده سمعه كويس، وده ينفع في الطب، وده ينفع، مواهب متفرقه مبعثره، ما فيش واحد يستطيع انه يعمل ايه، انه يجمع هذه المواهب كلها، طاقته ولا حياته ولا مجهوده يستطيع ان يكون موهوبا في كل شيء. يبقى كل واحد فيه ايه، فيه لحس في موهبته، وكل كمال موزع في خلق كثيرين على الاول. الا ابراهيم ده امه، يعني كانه خد المواهب والكمالات اللي موجوده في مين، اللي موجوده في ايه، في امه. واذكر في الكتاب ابراهيم إنه كان صديقا نبيا. صديق من مادة صدق، وصدق معناها تكلم بواقع، الكذب تكلم بغير إيه، بغير واقع، وصدق تكلم بإيه، بواقع. ده اسمه صادق، صادق في ذاته، أي يتكلم كلاما له واقع ويوافق الواقع. طيب وصديق دي ايه بقى؟ قال لك صديق انسان بلغ الغاية في تصديق ما يأتي من الحق. ساعة ما ينقال يحكم، ما يناقشوش. ولذلك مثلا ستنا ام موسى، ربنا قال لها ايه؟ فاذا خفت عليه فألقيه في اليم. بالله اي ام واحد يقول لها لما تخاف على ابنك ارميه في البحر، طب هتخاف عليه من ايه؟ من شر يجي له من الناس يمسكوه يبوتوه يعملوه؟ ام قال لك الله ده موت مظنون، ممكن ما يمسكوش، تقوم تنجيه من موت مظنون عشان ترميه في اليم عشان موت محقق؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ازاي يدخل الكلام ده؟ لكن ساعه ما هي ما قالت ايه، لم يعارضها خاطر مخالف لقول الله، ووارد الله لا يعارض بوارد شيطان أبدا، مش ممكن. ولذلك خدتها قضية إيه؟ قضية مسلمة. يبقى الصديق والذي بلغ النهاية في تصديق الحق فيورثه الله شفافية وإشراقا، بحيث إذا زمع الشيء عرف الحق من الباطل بمجرد أول نظر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تتقوا الله يجعل لكم ايه، يديك موازين انت بنفسك كده من غير ما تبحث المسألة. ومن هنا سمي ابو بكر رضي الله عنه ايه، صديق. صديق مش صادق بس، لا، يصدق كل ما يقال له موافق للحق. ولذلك لما قالوا له ان محمد عليه الصلاة والسلام قال انه اسري به من مكة الى بيت المقدس ويعرف به من المقدس المقدس الى السماء، قال ايه؟ ان كان قال فقد صدق، ما فيش ما بنناقش. يبقى معناه الصديق هو ايه؟
ولذلك وستنا مريم ساعة ما لا أنا رسول ربك لا أبلك لغلاما زكية خلاص انتهت المسألة ووثقت فيه وأشارت إليه والخلاص بقت بتعامل المسألة على أنها إيه على أنها مسألة حقيقة. ولذلك يقول وأمه صديقة وأمه صديقة. بعض الناس يقول لك صديق يعني إيه يصدق في كل أقواله وفي أفعاله يقول ده الصادق إنما صديق يصدق في فرق بين الاثنين. الصديق هو الذي إيه هو الذي يصدق مش يصدق في يصدق وفيه إيه وفيه صدق. بعض يعني كتبوها كده سطحية. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي. أم قال لك ما هو كان صديق يديله ربنا نقول كده يا رب الحق من الباطل بمجرد أول وهلة دي مش ضروري يكون نبي أو سيدنا أبو بكر صديق مريم صديقة مش كده ولا لا يبقى مش ضروري يعني هو صديق وإيه ونبي كمان. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك صديق دي ذاتية عنده إشراقية من الله فيه. نبي جاي له تشريع بقى من عالي لان قد يكون صديقا انما ما عندوش تشريع يقوله لنفسه لا بيجي له تشريع كمان هدي من مين هدي من الايه من السماء صديق النبي. اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هو قالها بوصف انه صديق ولا بوصف انه نبي؟ بوصف انه نبي بقى جاي يعدل قواعد الناس. قال لابيه هنا لابيه هنا الاسم مش موجود العالم الشخص للاب. الاب ده وصف انما اسمه ايه اهو ده اللي في الكلام. يقول ابوك ابوك انما اسمه ايه ابوك له اسم. هنا جاب الايه اذ قال ابراهيم لايه لابيه كلها لأبيه في آيات القرآن إلا آية واحدة إلا أبيه إيه لأبيه آزر. دي عاملة إشكال عاملة إشكال ليه؟ أم قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. إذن كل السلسلة إلى آدم طاهر متزوج طاهرة. فلو أن إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم فلو أن إبراهيم ابن آزر والحوار فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يبقى مش طاهر. يبقى إذن أبوه يبقى معناها أنه دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم غير إيه غير طاهر. ده الإشكال. فنيجي نحلل النص كده ونشوف لماذا في كل آيات القرآن لأبيه لأبيه إلا آية واحدة وجاب الاسم آزر. القرآن لما نيجي نستعرضه نجد حينما تكلم عن الأبوة تكلم عن الأبوة مباشرة والأبوة غير مباشرة. الأبوة المباشرة اللي هي إيه اللي من صلبه اللي ولده على طول كده ده أبوة مباشرة. طب والجد أبوه بس فيه إيه فيه واسطة. طب والعم يشترك مع أبويا في جد يبقى بواسطة برضو. إذن فهم يطلقون على العم إيه أبا. نمسك نصوص القرآن نجد القرآن جاب نصين نص يسرد الآباء اللي هم ما فيهمش كلام يعني الأب عن الإيه عن الجد عن الجد وآية تانية مخالفة جاب الأعمام دخلها في الآباء. مثلا في سورة يوسف حينما تعرضنا لها قال فيها الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. إيش معنى اختاروا يوسف يعني عشان ينبئهم بتأويله؟ قال العلة إن يعني مسجونين نراك من المحسنين. الله نراك من المحسنين كأن الإحسان
له مقاييس معروفة حتى عند غير المحسن. إنا نراك، فكأنهم لما تعرضوا لأمر يتعلق بهم ما راحوش إلا لمين؟ إلا للرجل الطيب. إذن دي تدينا إن مقاييس الكمال محترمتهم حتى عند فاقد الكمال، محترمة عند مين؟ عند فاقد الإيه الكمال. لما جه الأمر يهمه ما راحش إلا لمين؟ إلا له. فلما قالوا له انك من المحسنين، عرف انهم متتبعين تصرفاته حركاته اقواله، بدليل انهم عرفوا انه ايه، انه محسن. قال يعني بدي اقول انتوا عرفتوا احساني من حركاتي وياكم، لكن ده انا عندي حاجات اكتر شويه. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. يبقى انا مش بس سلوكي حلو كده وبتاع وحاجات، ده انا عندي كمان ايه الله. وهم يرون فيه إحسانا، إذن صدقوا في إن عنده حاجات أكتر. وبعد ذلك ترك الإجابة عن السؤال وتكلم فيما يخصه كإنسان داعية لدين. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن إيه يأتيكما. ودي مش نصحة مني ولا إنني أزكى منكم، ذلكم مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه بالله وإيه وبالآخرة هم كافر، واتبعت إيه ملة آبائي. بيغريه بإني قالهم دين، يعني الميزة اللي انت شفتها فيها دي مش جاية من عندي، ده جاية من عند أنني تركت كذا واتبعت كذا. الله، ده الموضوع اللي يهمه، ولذلك هيأخر الفتوى بتاعت إيه الرؤية الآخر بعد ما يخلص خالص. مش قال إيه واتبعت ملة إيه آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، صحيح هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، على طول على طول كده إبراهيم وإسحاق وإيه ويعقوب حال أول. وبعدين بقى وبعدين قال أنتم جيتوا يلي لكم أرباب متعددة تسألون من له رب واحد، تبقى الأرباب ما نفعتكوش والرب الواحد هو اللي إيه المنسوب إليه نفع. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما وبعدين ما تعبدون. وبعدين بعد ما خلص عظته وانتهت فرصة حاجتهم وأذانهم وياه عشان حاجتهم هم، إنما لو كان يقول لهم الحاجة يمكن أذانهم تنصرف عن سماعه. قال لك لا، اربطهم اربط رأسهم بإنك ما تجاوبش على السؤال اللي هم سألوه إلا إيه إلا بعد ما تقول لهم اللي انت عايزه. وبعدين قال ايه اما احدكما فيسقي واما الاخر فيصلب فتاكل الطير، قضي الامر الذي فيه تستفتيان ومع السلامه. يبقى اخر الايه الشاهد بقى واتبعت مله ابائي. ابائي دي جمع ولا لا؟ ابائي جمع اب. نشوف اباؤه اللي هم من ده، جابها من اعلى ابراهيم الادواه، وبعدين ايه اسحاق اللي هو مين ابن مين، ويعقوب اللي هو مين ابنه مباشره. اذن جاء بالاباء، فالاباء جمع اب. يبقى لازم نشوف في المتعدد إيه؟ متعددين. قال لك اباء جمع اب، وهم مذكورين ايه ثلاثه، واقل الجمع ثلاثه، يبقى ابراهيم إيه؟ واسحاق ويعقوب. ودي ابناء على حقيقتها ولا لا من اصلها؟ هذه ايه. يبقى ذكر القرآن الآباء وعدد الآباء المباشرة، يوسف ابن مين ابن يعقوب، ويعقوب ابن مين ابن إسحاق، وإسحاق ابن مين ابن إبراهيم. طب التاني بقى، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك، أدي واحد، وإله آبائك. طب آبائك هي زي آبائك جمع، يعني عايزين نشوف عدد مين في الآباء دي، لأن المعدودة بعد الآباء اللي هي جمع يبقى كل واحد منهم أب. مدام قال آباء وحيعدد أشخاص يبقى كل شخص يذكر بعد الآباء يبقى إيه يبقى أب. طبعا واتبعتم الا ايه قالوا اتبع الهك وإله ابائك
يقول بقى كده ابراهيم ابراهيم واسماعيل واسحاق. طب ابراهيم صحيح ده الجد، طب اسماعيل ده ماله دخله ايه؟ ده يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ايه دخل اسماعيل هنا؟ ايه عمه. يبقى اذا اعتبر العم ايه؟ العم ايه؟ اب. بس ده اللي احنا عايزينه، اعتبر القران العم ايه؟ ابا. على واحده، اذا لو قال الحق في كل ايات القران بالنسبه لابي ابراهيم لابيه 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 كان انصرف لمين؟ اول انصرف للصليب الحقيقيه، انما هو قال في مره واحده لابيه، بس مش ابوه كده، ابوه آزر. ابوه مين؟ آزر. ولا يؤتى بالعلم بعد الابوه الا اذا كان مطلوقا على العم. ازاي بقى؟ قال لك خب ان واحد جاي يسال عن ابوه، يقول له ايه ابوك هنا ويسكت، يقول له لا ليس هنا. لكن لما يعوز مش ابوه الحقيقي يقول له ابوك محمد هنا، يبقى اذا ما يجيبش العلم الا حين يراد مين؟ غير الاب الحقيقي. لو الاب الحقيقي يكتفي يقول ايه؟ هل ابوك موجود؟ خلاص انتهى. انما هل ابوك محمد موجود؟ فكان الابوه شائعة بين ايه؟ بين ابوه الحقيقي وبين مين؟ وبين العم. اذا فقول الله قال ابراهيم لابيه آزر مره واحده عشان يثبت ان آزر ده ليس هو الاب الصلبي، وانما هو ايه؟ العمومه. وبذلك يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم انني نقلت من اصلاب الطاهرين الى ارحام الايه؟ الى ارحام الطاهرات. هنا بقى اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اولا يا ابتي، وهي كان يعني التركيب العربي يا ابي، الا انهم بيحذفوا الياء اللي هي دي ياء المتكلم ويجيبوا لها الايه التاء، ويقولوا ان التاء دي عوض عن ياء المتكلم. طب عوض ليه؟ ايه اللي خلاها تيجي؟ ام قال لك ده لها ملحظ، هذا الملحظ انه يريد ان يثبت انه وان كان اب فيه حنان الابوين الاب والام، فجاب حته التانيث كده تشير الى هذه. ولذلك لا تقال الا في ايه؟ في الحنانيه المطلقه يا ابتي. يبقى معناها انه بيقول ايه ده مجموع فيه الايه؟ زي ما واحد مراته تموت وبعدين يقولوا لابوه لابو الاولاد انت بقت فيك ايه؟ مهمتين، مهمه الاب ومهمه مين؟ مهمة الأم. يوم لما يجي يقول له حاجة كده يقول له يا أبتي، يا أبتي، يبقى فيه إيه؟ فيه الملحظية. يا أبتي لما تعبد، استفهم منه، شوف بقى أدب الدعوة بقى هو. قال له قول لي يمكن أنت عندك حاجة مش عندني. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ انا عايز تفهمني باللغز الفزوره دي. يبقى ما جابهوش، قال له انت ازاي تعبد الله؟ فقال لي يمكن عنده جواب يريحني. اقول له جابها له على صيغه الاستفهام، يا ابت لما تعبد ما لا يسمع. طيب ما قالش لما تعبد الشيطان، هيقولها في الاخر. يبقى كانه حلل الشيطان اولا الى عناصره، انه ايه ان كان صنم ان كان غير ان كان لا يسمع ولا ايه ولا يبصر. يبقى اذا العله في اننا نتجنب الشيطان او نتجنب الاصنام والاوثان، وخصوصا بيئه ابراهيم كانت كلها ايه؟ اوثان. فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. والمفروض في الاله اللي انت عايز تعبده ده ما معنى العباده؟ العباده هي ايه؟ العباده اطاعه عابد لامر معبود، هذه العباده. طيب ماذا قال الصنم للناس اللي بيعبدوه عشان يبقوا يعبدوه؟ ما هو يعبدوه يعني ايه؟ يطيعون اوامره ويجتنبون ايه؟ نواهي. طب ماذا قال الصنم؟ الذين يعبدون الشمس، نقول لهم طب ماذا قالت الشمس لكم؟ افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا عشان تعبدوه. واذا وماذا اعدت لمن عبدها وماذا اعدت لمن لم يعبدها؟ من يعرفش. يبقى اله بغير منهج كيف تعبدونه وتقول انه معبود؟
ما ينفعش لك ما يجيش. فبقول له يا أبي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أدي واحد. يا أبتي برضو كررها تاني. ولذلك لما يجي واحد يحنن أبوه كل ما يتكلم كده يقول يا أبويا مش كده، يا أبويا لا، يا أبويا اسمعني بس، يا أبويا مش عارف عمالي بيعمل إيه، بيصير فيه غريزة الإيه، غريزة الحنان والرحم، وأنني أنا بكلمك كلام مين، كلام ابن يا أبتي يا أبتي يا أبتي. كم مرة يقول يا أبتي لا تظن إن أنا متعالم عليك أو أنا أحسن منك أو أنا يعني ذكي قوي عنك وبجيب لك كلام، ده أنا جايب كلام مش من عندي، ده كلام من أعلى مني ومنك، فلا غضاضة. ما تقولش ده الواد بيرد عليا كلام، ده الواد وقف لي في مش عارف إيه، ده الواد بيناقشني، ده مش بتاعتي أنا، مش عالم عنك ولا عندي ولا ممتاز عنك ولا أي حاجة، إنما أنا جاي لي حاجة إيه من أعلى. يا أبتي لا لا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوف الـ شوف الـ شوف الـ شوف الاعتذار، أنا جاني علمي مش عنده، ما جالكش. فالمسألة مش ذاتية ولد وعمه ولا ذاتية ولد وأبوه، ده المسألة فوق أبوي أو فوق عمه. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولذلك إحنا قلنا في القصة سورة الكهف العبد الصالح عذر موسى ولا ما عذروش؟ مش قال له إيه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما انتش هتصبر علي، لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به ايه؟ لان انا عندي حاجه مش عندك. فكذلك قال ابراهيم، بيقول لابو ايه؟ يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. لان المنهج مش من عندي، المنهج من اعلى مني ومنك. والصراط السوي هو الذي الطريق الذي يصل الى الغايه بايسر ايه؟ واقصر وقت، ايسر مسقة واي واقصر وقت. يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابت لا تعبد الشيطان. طب هو الشيطان يمكن يسمع ويبصر، انما ده هو قال له لا ما لا يسمع ولا يبصر. ام قال لك ما هو الشيطان هو اللي بيسول لك انك تعبد الصنم، يبقى المسألة مردها لمين؟ الشيطان. بس هو حل للمسألة المباشرة، هو بيعبد صنم لا يسمع ولا ايه ولا يبصر ولا يغني شيئا. ده ما بي... ده بشهادة بشهادتكم انتم، هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون؟ استفهامه لا يستفهم مستفهم مجادل من يجادله عن شيء الا وقد علم ان الجواب لا بد ان يكون في صفه، لانه هو ائتمنوا على الجواب. يا أبت لا تعبد، يبقى الأول لما تعبده ما لا يسمعه إيه ولا يبصر ولا يغني عنك، وبعدين قال لا تعبد الشيطان، يبقى إذن العبادة مرتها إلى إغواء الشيطان. إغواء الشيطان بيعبد شجرة، يعبد صنم، يعبد شمس، يعبد قمر. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، مش كده؟ عصية يعني يعصى أوامره بإيه؟ بلدد. يعصى أوامره بالإيه؟ مش عاصي، عصي. يعصى أوامره بلدد، ودي مذكورة من امتداد قصة آدم، من امتداد قصة مين؟ قصة آدم. يا أبتي برضو كررها تاني. يا سلام. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كلمة أن يمسك، أولا المس الالتصاق الخفيف مش أن يصيبك العذاب، المس برضو تلطف وياه في المسألة. يمس أن يخاف بس يجي ناحيتك شوية تراب زي ما تقول كده، ولا الهب بتاع تراب يجي على أني أخاف أن يمسك. وأخاف يبقى أن أمرك إيه يهمني. أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وليا يعني تابع وقريب منه، زي ما يعذب الشيطان ايه تعذب زيه. يبقى كم يا أبتي؟ يا أبتي إني قد، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يا أبتي لا تعبد الشيطان. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الايه
من الرحمن. شوف بقى منطق الداعي ازاي يرتب الامور هذا الترتيب، الترتيب اللي ما يثقلش على اذن الايه، على اذن المجادل، لكن المجادل له لدد. وما دام المجادل، لان بقول لك لما تجادل واحد جادله بالتي هي احسن، لانك بتجادله عشان تخرجه عن فساد هو فيه، وما دام عن فساد هو فيه اشتهى الفساد اولا، ادي واحده، ثم اعتاد الفساد بالفعل ثانيا فاشتهاه واعتاده، يبقى مصيبتين اتنين مكلبشين فيه الفساد. يبقى لما تيجي عشان تطلعه من الفساد ما تطلعوش بقسوه، زي ما يكون حرير جه على شوك لازم تحتال على ما ايه تسلم الثوبش الحريده من الشوك، ولما تنهره هتخليه يعرض عنك، يعرض عنك يبقى ما يسمعش كلامك، يسمعش كلامك يفضل على ايه، على فساد. جادلهم بالتي ايه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الايه الحسنه. ليه؟ عشان انت تخرجه عما اشتهى، ادي واحده، وتخرجه عما اشتهى وعما اعتاده بالشهوه، يبقى امرين اثنين ايه متغلغلين فيه، يبقى انت لازم تتلطف وياه عشان تخرجه مما هو فيه. ولذلك قالوا ايه، النصح يعني كونك تنصح واحد بيعمل باطل بكلمه حق ثقيل، فلا تجعله، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. قال، يبقى كلام أبوه بقى يجي بقى، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ الأول بقى بده يقول له أنت يعني راغب أنت عن كذا. كلمة راغبة يختلف معناها إلى المقابل بحرف الجر الذي يأتي بعدها، يقول راغب في كذا يعني أحبه، وراغب عن كذا يعني كرهه واعتزله، المادة واحدة إيه؟ راغب في كذا وراغب عن كذا. هو هنا بيقول ايه، اراغب انت عن الهتي، يعني عايز تعتزل الهتي وتسيبها، يبقى راغب عن الهتي يعني ايه تاركها الى غيرها. هناك ايه ثانيه، ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، يبقى تقال راغب عنه يعني ايه تركه وذهب الى غيره، ادي راغبه، ورغب فيه احبه. بس فيه فرق بين أن تحب الشيء وأن تحب الوسيلة للشيء. في واحد يقول لك أنا بحب الله، أنا بحب ربنا، وبعدين تيجي ليه في منهج ربنا افعل ولا تفعل مقصر، تقول له أنت بتحب ربنا، آه إحنا عايزينك تحب الطريق إلى ربنا الأول. حب الطريق إلى مين؟ إلى ربنا الأول. ولذلك القرآن لما جه جاب من يرغب عن ملة إبراهيم، أراغب أنت عن إيه؟ عن آلهتي، ما جابش راغب في كذا إلا في آية واحدة. هناك ويستفتونك عن النساء قل الله يفتيكم فيهن، وبعدين قال في الكتاب في يتامى النساء، يفتيكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن. يبقى عندهم رغبة في مين؟ في النكاح، إنما الوسيلة المشروعة إلى النكاح ما جابوهاش. ما دام لا تؤتون أجورهن وترغبون، يبقى ترغبون في نكاحهم، يبقى رغبة الغاية من غير أن تأخذ للغاية الإيه؟ الوسيلة. يبقى انت عايز تروح للمرأة وتستمتع بها وتتجوزها تدفع لها ايه اجورها، انما انتوا عايزين ما تدفعوش الاجور وترغبون في ايه، وترغبون في ايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.